عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. بيك أكثر. نجمو نتعرفو عليك؟ ما يسالش. شنو اسمك؟ منين أنت؟ عبد العزيز. إيه. إيه. عمري من عام 55. سي عبد العزيز، أنت قديش عندك عايش في الشارع؟ من اللي ماتوا بابا وأمي. تقريبا قديش؟ إن شاء الله ربي يرحمهم. خمسة سنين هكاك. خمسة سنين؟ نعم. شنو اللي خليك تخرج للشارع؟ ما خدكم كريم. هما يدفعوا في الكري، أمك وبوك. بابا. ماتوا للزوز، جيت في الشارع. ما عندكش خوات؟ عندي خو واحد. كهو. خوك يعني سافا ولا وضعيته كيفك ولا كيفاش؟ مريض يداوي في المنوبة. هكا. وقت اللي الوالدة والوالدة توفي وانت وقتها قداش عمرك؟ قلت خمسة سنين هكاك. من اللي ماتوا خمسة سنين. خمسة سنين التالي توفيوا. اي من عام، انا من عام 55 قد. اي معناها انت في الوقت هذاك ما تخدمش، ما عندكش حتى شيء معناها. نخدم بريستوران، خلص لي ب 90,000، قلت له شوية زيدني، قال لي هكا وخليت له محله وتم يتخرج هكا. هذيك الوضعية هكا. معاونك حد وانت هكا في الشارع؟ ما قليل، واحد يمد دينار واحد يمد 500. على الحال هذا خمسة سنين كاو. هذيك الحالة حالة كارثية بأتم معنى الكلمة كاو. أختي ذاك اللي حب ربي وكاو. باهي مسيو، في الكواليس قلت لي انت عرست وطلقت. عرست وطلقت وعندي وليد. عندك وليد؟ اي نعم. كي طلقت جيت في الشارع، كنت كاري كي جيت في الشارع. عرست وقت اللي الوالده نتاعك والوالد موجودين؟ اي نعم. اي ماتوا هما، عرست وبعد طلقت. بعدهم هما؟ بعدهم هما. اي. قداش بقيت بربي معرس؟ حكاية 3-4 سنين هكا. اي. هكا طلقت من بعد، عندي وليد هكا تو بالعسكر هو. يعرف لي انت في الشارع؟ في بجاوه وانا هنا. يعرف لي انت في الشارع ولا؟ اكيد يسمع يعني. نعم؟ اكيد يسمع لي انت في الشارع. يعرف، لكن مش عايش معايا في الشارع، عايش مع ماماتو. كمان معناها ما يتلهيش بيك شويه هكايا، ما يطلش عليه. صغير هو في العسكر، لا يتلهى بي لا يتلهى بي، وبيد مستحق. واحد ماماتو وانا هنا. مش يعيش معايا في الشارع وانا بالحالة هذية. هو على روحه وانا على روحي. كان جابته أمه وكصبا، كان ما جابتهوش هني قاعد وكهو. قديش عندك مريتوش؟ برشا يعني، فما عامين ثلاثة. ما يسألش عليك؟ ما خدتك في العسكر توا هو كي يروح من العسكر ياخذ برميسيون يمشي على ماماتو هكا، باش يعيش معايا في الشارع. لا، اما يسال عليك شحوالك بابا حاجه هكا. في العسكر هو يروح من العسكر ياخذ برميسيون يروح لدار ماماتو بيبجاو، لا يطل عليا لا نطل عليه. اما انت ماذا بيك تشوف ولدك؟ نعم؟ ماذا بيك تشوف ولدك؟ طبيعه الحال. بيه توا كيفاش عديتهم الخمس سنين في معناها هكا؟ الشارع وكاو. اي ما هو صعيب الشارع، ما هوش مش سهل راهو الشارع. اش عندي باش نعمل؟ نعرف انت كيفاش تعداو عليك، اكيد تعداو صعب برشا. طبيعة الحال. ليلة نتعشى ليلة لا وهي ماشية وكاو. فما عباد معينين يجيبوا لك العشاء ولا؟ لا. فما يمد 500 واحد يمد دينار. وهذيك ماشية وكاو. فماش جمعيات هكا؟ لا جمعيات لا. خاطر نعرفوا برشا جمعيات يعني ما شاء الله تدور وتفرق في العشاء سيغتو في الليل والا في رمضان. لا. أنا قاعد لهنا، قلت لك العباد يعاملوني ساعة ساعة، واحد يمد دينار واحد يمد 500. نشرب قهوة ناخذ شوية دخان. وهذيك الحالة وكاو. هذاك اللي حب ربي. شنو تتمنى في حياتك؟
نتمنى حتى ما عادش عندك اماني، ما عادش عندك احلام، ما عادش عندك حد شيء. نتمنى واحد يعاونني وكهو وذيك الدنيا وكهو. احنا هدفنا انه فما شكون يعاونك، يعني ماذا بينا مادام صورناك حبينا نعديوك في القناه نتاعنا انيو ميديا تي في، يعني الهدف نتاعنا انه العباد تعاونك. ماشي. دونك انت حبيت نعرف شنو ماذا بيك، يعني شنو تحب بالضبط؟ ما قلت لك كان يعاونني واحد صباح ما عاونيش، فما ربي وكهو يعاونني وكهو. كي تمرض مثلا كيفاش تداوي؟ نمشي سبيطار. نمشي سبيطار نداوي ونروح على روحي كهو. ترجع لهنا. هذه هي البلاصه نتاعك اللي هي الساحه معناها الحلفاويين. هذيك هي ما عندي قبل الجامع. ايوه هي يعني البلاصه هذيا وكهو. بحدا مركز هوني، مركز الامن الوطني بالحلفاويين. مانيش فاهم المركز انا هنا. اللي يعمل ربي كهو. هكا كان عاونوني العباد يرحم والديهم، ما عاونونيش كيف يرحم والديهم. هذيك الدنيا وكهو. صحيح. باهي معناها انت هوني في الشارع يتعدى عليك السيف السخانه ويتعدى عليك الشتاء اللي هو البرد، كيفاش تقاوم فيهم هذوما الكل؟ قاوم فيهم نحمد ربي واني منك كان عاوني واحد يرحم والديه، ما عاونيش يرحم والديه. شنو هو اخيب حاجه صارت لك في الشارع؟ ما عنديش حتى حاجه. قلت لك ليله نتعشى. كان عندي بلوز نتعشى، ما عنديش من بدل الشر. وهذيك الدنيا يصيروا لكش مشاكل مع عبيد في الشارع؟ حتى واحد ما يدور بيا وحتى واحد ما يكلمني. كان عاونوني يرحم والديهم، ما عاونونيش يرحم والديهم. وهذيك الدنيا لا يدور بيا حد ولا نعمل مشاكل مع الناس ولا الناس يعملوا معايا مشاكل. السادة المشاهدين اللي تبعوا فينا، لو كاين فيهم شكون يحب يعاونك، شنو تحب؟ مأوى مثلا، ما تتمناش تكون عندك مأوى اللي هو منزل باغ اكزومبل؟ أنا في الشارع. تحب الشارع؟ مش نحب الشارع، أنا في الشارع والكتب كتب. فهمتني؟ وهذيك الدنيا وكاو. صحيح مسيو، هذيك هو اللي كاتبه ربي، لكن زاد ربي نجم يحسن لك من حال إلى حال آخر. أنا نبري يا ربي، ما نقولش لا. وكان ما نابش يعني قاعد، ما عندي ما نعمل. كان ربي ناب. اي نحمد ربي ونقول الحمد لله. وكان ما نابش كيف الحمد لله. يعني ما فماش عبد هكا هو السبب في انه كان، يعني هو سبب في وجودك في الشارع؟ فماش واحد سبب. قلت لك ماتوا بابا وامي جيت في الشارع. ما حاولتش تنقذ روحك، تتصرف، تشوف خدمه، يعني تبدل حياتك. كنت نخدم في ريستوران لادي راكراك في باب الجديد. بيع بالدجاج وكسكروتات وواحد كل شيء. يخلص فيه ب 90. قلت له في الشهر؟ في الجمعه؟ كيف انا في الشهر شو 3000 كل يوم. عام قديش؟ عصير من السبعينيات وانت جاي. قلت له زيدني شويه بنيه، انا باش نشري بهم مكياج. قال لي ذاك هولي ما نجمش نزيدك. خليت له محلو وقلت له في الامان. هو حر وانا حر. عندك الحق. خليت له. فكرني في اسمك. عبد العزيز. باهي سي عبد العزيز، عندك رقم تليفون ولا؟ ما عنديش تليفون، لا عندي وراق، لا عندي حتى شيء. بما انه انت ما عندكش تليفون، وحسب ما فهمت انه هذه هي البلاصه نتاعك، يعني يجيوك في الصباح يلقاوك هوني، يجيوك في الليل يلقاوك هوني، يجيوك في اي وقت يلقاوك هوني. مقابل مركز الامن الوطني بالحلفاويين. ومن غادي لا مسيو، احنا نحدوا في المكان، ما تتغشش، احنا نحدوا في المكان نتاعك باش كاين فما شكون ينجم يعاونك. الحيط هذا هكا. الحيط هذا مش معروف وين، احنا نحدوا في البلاصه. الحلفاويين هكا. نخلي لك الكلمة الأخرى، شنو تحب تقول؟ نعم شنو تحب تقول في الكلمة الأخرانية بالكل؟ نقول يا ربي عاوني، نطلب ربي كاو يا ربي عاوني، ما تمد لي العباد شوية فلوس
ولا نشري قهوه نشري شويه دخان قهوه ما طالب حد شيء اخر. يعطيك صحه. عايشك يرحم بيك.